سلام البنات، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. المهم البنات، غادي نوريكم اليوم واحد المشتريات اللي خديت من شيئين اللي صراحه مزيانين بزاف وفيهم حتى واحد الحاجه اللي تقدر تهمكم في هذا الصيف. مهم هانتوما معايا في هذا الفيديو باش نوريكم هذه المشتريات اللي شريتها. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع صحاباتكم باش حتى هما يستافدوا. بالنسبه للناس اللي ما عمرها خدات من شيئين ولا كتخاف انها تطلب اونلاين، زعما غير تزعم، وبهذا الفيديو نقدر ان شاء الله نعاونكم شي شويه. المهم هانتوما معايا باش نوريكم هاد المشتريات اللي شريت اليوم. بالنسبه للبنات، المشتريات اللي خديت اليوم صراحه ماشي بزاف المشتريات، شي حاجه قليله، ولكن شي حاجه مزيونه بزاف اللي غادي تنفعكم. اول حاجه اللي خديتها هي هاد لا شوميز هادي. انا غنخلي لكم لي فوتو وغادي نخلي لكم الاثمنه وكل شيء باش تشوفوا. المهم غنخلي لكم الصور ديالهم هنايا. بالنسبه لهاد لا شوميز البنات صيفيه هادي خديتها ليا، كتجي بحال هكا، التويب ديالها نازل، هاد لا كولور هادي اللي في الموطارد، وفيها هنايا واحد الحزيين في الوسط كي كتشوفوا. الكميمات ديالها 3/4 تقريبا قد هاد الكسوه اللي لابسه انا. فيها الكويل بحال هكا شوميز، ومن تحتها كتجي بحال اون غوب، يعني كتجي شي شويه وسيسعه. التوب ديالها هانتوما كي كتشوفوا نازل، يعني صيفي 100%. بالنسبه للاطاي، انا في الصراحه في شيئين شي مره كناخذ الام وشي مره الاس، على حساب الا كانوا واسعين كناخذ اس، ولكن الا كانوا ضيقين كناخذ الام. بالنسبه هذه فيها الاس البنات هانتوما، وغادي نخليها لكم من البوزه بطبيعه الحال باش تشوفوا كيفاش كتجي من البوزه. وراها كتجي هانتوما واسعه، يعني كتزير وكتجي واسعه. بالنسبه للبنات اللي بحالي ياخذوا اس، واللي كانوا شويه كبر مني ولا غلط مني ياخذوا الام، والغلاضات ياخذوا الال. والثمن ديالها كان صراحه رخيص بزاف بزاف. بالنسبه للبيجامات حتى هما خديت واحد جوج البيجامات، وديما كنقول لكم ان شيئين اللي ما شافوش الفيديو اللي قبل، شيئين كتجيكم في واحد الميكا اللي بحال هكا كتحل وتشد، كيكونوا بيان اونبالي زعما مزيانين مقادين، وكيجيوكم في جوج سيمانات. بالنسبه للناس اللي كاينين في المانيا وحتى في المغرب بحال هكا كتقدروا تطلبوا منهم. غير في المغرب يمكن من 1000 درهم للفوق، عاد كتكون لا ليفريزون غراتوي. هنايا لا، هنايا من تقريبا 30 اورو للفوق كتكون لا ليفريزون غراتوي ولا كوستلوس فيرزاند. وعندكم دي كود برومو اللي تقدروا ديروهم مره مره باش كينقصوا لكم شي شويه. المهم هذه ديال القطن ولا ديال ليكرا، الصراحه غزاله بالكحل كي كتشوفوا. عندها رجيلات بحال هكا، الرجيلات ديالها بحال ديال شي كتمه مجموعين من التحت. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الشغل بالبيجاما ولا، يعني راها مجموعه من التحت، ما تخافوش تفزق لكم مع السياق وداك الشيء. وعندها الفوقاني ديالها جاي بحال هكا، فيها الدونتيل هكا في السدير. انا صراحه لي بيجاما ديالهم كيحمقوني، البيجاما دابا وليت كناخذ غير من عندهم. وحتى هي الكميمات ديالها كيجيو مجموعين، وكتجي شويه البودي قصير. هذه بالنسبه للناس اللي يعني اللي غتلبسيها غير في الدار، اما الا كنتي دايره الحجاب وغتلبسيها عند الناس شويه قصيره، خص ضروري شي بينوار فوق. ولا طاي ديالها نقول لكم لا طاي شحال كانت فيها، هذه حتى هي كانت لاطاي اس، وراها وسيسعه يعني اللي بحالي تاخذ الاس. خديت من عندهم البنات، كما تعرفوا تاهم عندهم لي داكسيسوار، ما كناخذش من عندهم شي حاجه غاليه بعد المره الا تشهيت شي حاجه وصافي. ديك المره وليت كنحس نسله، ودابا خديت من عندهم خليخل، يعني اللي كيدار في الرجل ديروه في الدار، ولا لا كنتي معريه تقدري تلبسيه برا، ولا مهم كل واحد يديرو فين ما بغى. كاين بحال هكا حتى، وغادي نخلي لكم الصور ديالو بحال هكا. كتجي واحد الفراشه كي كتشوفوا، هاد العقيقات هكا ولا هاد النبتات، وكتجي معاه وحده اخرى من الفوق، كدير جوج هكا بحال كورميطه. وبغيتي دير كل حاجه بوحده دير كل حاجه بوحده. وهذا كان الثمن ديالو رخيص بزاف، وقيله شي اورو ولا اورو شي حاجه. غنخلي لكم كي قلت لكم الصور مع الاثمنه ديال اي حاجه، حيت صراحه كنسى بالاثمنه بشحال. عندهم البنات هاد البيجامه حتى هي خديتها زوينه، انا راه ما بقيتش ناخذ بزاف من شيئين، كنت مبليه دابا شويه ما خديتش صراحه بزاف. عندهم هاد البيجامه هادي، شوفوا شحال غزاله التوب ديالها كي داير كيحمق، والتحت كاين هاد الدونتيل هكا كتهبط دغوات حتى لتحت، فيها هاد الدونتيل بحال هكا سريول بلاستيك من الفوق.
لاطي ديالها هادي حتى هي الاس، شوفوا الثوب ديالها شحال زوين، والفوقاني ديالها كيجي غير بسميطات، هادي زعما ديال الصيف كيجي الفوقاني غير هكا بسميطات، يعني دي باردور وصافي. كتجي صراحه في اللبسه غزاله، حتى هي غنخلي لكم الصوره ديالها كيفاش كتجي والثمن ديالها، والاثمنه بطبيعه الحال راهم رخاص بزاف. واخيرا هو هذا المايو هذا. دابا غنهضر لكم على داكشي ديال الصيف، عندهم صراحه لي مايو غزالين 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 بالنسبه للناس اللي كتلبس المايويات. هذا خديته لبنتي، جاي بحال هكا بحال اون روب، كيجي بحال هكا، كيجي فيها الفتيحات هكا في الجناب، ولتحتها واحد الجوبا لاصقه فيه، يعني لتحت راه لاصقه فيه، كتجي بحال هكا لاصقه فيه، ومن اللور فيه الدهير هكا عريان. الا بغيتوا البنيسات ديالكم عندهم جميع القياسات من اللي بيبي حتى الكبار 16 18 سنه، وعندهم انا خديت لها 150 فيه، هي فيها 10 سنين مازال ما قيساتوش، ولكن غادي يجيها حيت هي تواكلا طويله. وعندهم البنات حتى لي بوركيني بالنسبه للناس اللي دايرين الحجاب وما كيبغيوش يتعراو، يعني كيبغيو البوركيني، عندهم حتى البوركينات عندهم حتى البوركيني، شكالات نواعات فنين، زعما فنين، كاينين لي بلي بوني، كاين لي بلا بوني، كاين اللي كتلبس بالشورت، البنات اللي كيبغيو يلبسوها كنص كمو بالشورت، كاين جميع الانواع، دخلوا غير للشيئين راه غتلقاو داكشي غزال بزاف. وصافي هادشي اللي كاين، حنا الفيديو ديالي تاعنا، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه، ما تنساوش ديروا لي لايك، وبالنسبه للناس الجداد مرحبا بهم، وحتى هما ما ينساوش يديروا ابوني وكليكيو على داك الجرس باش يبقى يطلع لكم لي فيديو ديالي منين نحطهم. ولا عجبكم المحتوى بارطاجيو هاد الفيديو مع صحابكم وصحاباتكم باش تعمل فائده. هادشي اللي كاين البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا شويه وتبقاو على خير، مع السلامه، باي باي.